إنه السياف الأشهر في السعودية عبد الله بن سعيد البيشي منفذ حد القتل والتعزير، من يمتلك سيفا في حده الحد بين الجد واللاعب، لا مجال لمفاوضته بعد إيناء الرؤوس، وعندما تحين ساعة قطافها فهو الجدير بقطفها. أنا بديت أنا في مجال العمل ذا بعد وفاة الوالد تقريبا أسبوع أو بعشر أيام تقريبا عام 1412. نعم، وقتها كان عندي يعني تفاجأت من الجهة المختصة في المجال الشيء ذا أنهم بيلغوني على أساس أن عندي مهمة تنفيذ. فالحمد لله وقتها ما كان عندي طبعا سيوف ولا إلى آخره، لكن أسرت بالسيوف حق والدي عليه رحمة الله ونفذت فيه، وكان أول مهمة لي في 3 أشخاص. 100 رأس ونيف جزتها سيوف أبي بدر أكبر أبنائه، والذي بدوره يتدرب على ذات المهنة. ورث المهنة عن أبيه سعيد البيشي، ويذكر أنه حضر معه حد القصاص وهو صغير في أحد الجنات في مكة المكرمة، فكان ذلك المشهد كما يروي أبو بدر المفصل في حياته. كنت في المدرسة وكان عنده قصاص بتذكرة في مكة المكرمة، كان في البارحة قدام باب الملك عبد العزيز قبل ما طبعا يصير في تطورات في الحرم، كان قصاص هناك. فحضرنا معه وانا صغير، فاول ما طرف بالي القصاص من القصاص الجهاز الهضمي، قلت ابغى اشوف الجهاز الهضمي. كان في وقتها مدرس متحن على الجهاز الهضمي، يقول وقت تشرحوا لي على الجهاز الهضمي ما ادري وش. قلنا طيب، قلنا خلاص والله ونجي. بس اول ما قص الوالد بس ملقوف على طول انا اللي هنا، وجري على ابغى اشوف الجهاز الهضمي، شفت راس الرجال طاح الحالة محل الرقبه صار زي البير نزل. فخلاص انا ما عاد ادري عن نفسي، ما صحيت الا وانا في السياره بعد ما رجعت. جاء في الليل ابغى انام افتح الله ما قدرت، كوابيس مره. بعدها خلاص الحمد لله استمرينا وتعودنا والحمد لله. يحتفظ في ذاكرته بالكثير من المواقف، من الطبيعي ان تكون مؤثره، لكن الملفت في بعض منها انه فكاهي. ينكر ان للسياف قلبا قاسيا، فهو يعتبر نفسه من ارحم الناس قلوبا، وكل ما يناله من قصص مختلقة هي بسبب الشائعات التي تناله من أحاديث الناس وأقاويلهم. نبدأ بالسلطان، طبعا هذا السلطان أنا بدأت فيه، بالنسبة يعتبر أقدم سيوف بالنسبة لي في عملي من يوم بدأت فيه، يعني والله قديم جدا. هو جوهر، كل السيوف اللي موجودة عندي جوهر. جوهر هو أقو 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 سيوف لتنفيذ الحد، يعني أول شيء ما يأثر فيها كثروا أو قلوا الأشخاص اللي نفذ فيهم. ثاني حاجة حديده قوي، يعني ما هو من اللي يتكسر أو إلى آخره. وهذا برضو نفس الشيء، برضو جوهر. وكل سيف طبعا لها اختلاف لأداء المهمة. في عندنا السيف أو بالأصح القردة، في بعضها نفذ بها تنفيذ سحب أو هزع. عملية الهزع هذا طبعا يختلف عن السحب. السحب يبدأ بكذا بعكس الوضع السحب. نعم، الأحكام الشرعية في القصاص أو في حد أو في حدود من حدود الله اللي هو القتل تتم بالسيف، لا شنق ولا رمي برصاص. كان قديما يطبق الرمي برصاص ويعطى الولي بتنفيذ هذا الأمر، ولكن خوفا من الظلم والجور امتهنت المملكة العربية السعودية تنفيذ حدود الله عن طريق السيف. السياف عبد الله البيشي كان مفترض أن يكون معنا من بداية الحلقة، سينضم لنا إن شاء الله بعد قليل، ولكن ما أخره عن انضمامه لنا في بداية الحلقة هو تنفيذه لأحد الحدود القصاص، يعني هو قادم من العمل للتو سينضم لنا بعد قليل. هناك أكثر من سياف في المملكة، ولكن لا توجد إحصائيات دقيقة تبين كم العدد، لكن ربما يكونون يعني الإحصائيات اللي حصلنا عليها يعني أثناء تحضير الحلقة كان 6 سيافين في المملكة إلى حد الآن، ربما يزيدون قليلا، ليس هناك إحصاء دقيق. وهم في مناطق متعددة كذلك، وأحيانا يطلب عم عبد الله البيشي أن يذهب إلى منطقة لإقامة الحد، فحنتحدث معاه على ذلك، وسنتحدث أيضا على الشباب اللي قام بتدريبهم. عم عبد الله، هل أنت أيضا تنفذ قطع اليد ولا تكتفي بس بقطع الرؤوس؟ هل هناك تخصصات؟ نعم 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 نعم
نعم نفذ قطع اليد بالنسبة للحرامي وننفذ قطع الرجل خلف وخلاف. نعم. كما ذكر في القرآن. نعم. الكريم. طبعا عبد الله لما يتم إقامة الحد بقطع الأطراف تقوموا بتخدير الشخص المحكوم عليه ولا كمان زي ما بقطع الرأس لا يتم تخديره؟ عملية لا بالنسبة لعملية اليد أو عملية الخلف الخلاف لليد ورجل يتم تخدير موقعي بس محل التنفيذ. ولكن أكيد أن من يقام عليه الحد بقطع رأسه لا يتم تخديره صحيح؟ لا 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 ما يتم تخديره أبدا. طيب أبو بدر الحين يعني تذكر أول مرة يعني نفذت فيها الحد؟ تذكر القصة ذلك اليوم؟ والله أتذكر إلى الآن. نعم. طيب أعطنا السالفة. تفاجأت أنا نعم أنا تفاجأت بالطلب الجهة المختصة لي على أساس أن أنفذ حد من حدود الله، وتفاجأت طبعا فقال عندك قصاص؟ قلت ما في مشكلة، أخذت السيف الموجود عندي اللي هو تابع للوالد عليه رحمة الله. نعم. كم كان عمرك أبو بدر؟ حين ذا كان عمري والله راجل يعني رجال يعني ماني ما شاء الله. أنت رجال في كل الأعمار ما فيها خلاف، بس كم كان عمرك تحديدا؟ أنا بدأت والله ماني فاكر بالضبط كان عمري، أعتقد يا 35 أو 32 تقريبا، يعني أنا بدأت عام 1412. نعم. 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 كيف كانت هذه التجربة خصوصا أول مرة، يعني كيف كانت مشاعرك؟ والله مشاعري لازم أي شخص يبدأ في عمل جديد عليه لازم يجيه نوع ما قلق وخوف أن الشخص يفشل في المهمة. نعم. طبعا عبد الله إيش كان أصعب تنفيذ الحكم بقطع الرأس، وهل نفذت الحكم لأحد كان يعني على معرفة سابقة بك؟ اي نعم كثير ناس نفذنا فيهم كانوا اصدقاء لنا ولكن من جنى على نفسه. نعم. طيب في اتصال في احد المتصلين ابو عبد الله صح من الرياض تحديدا. نعم. او محمد من الرياض سال. نعم. يعني عندما تنفذ الحد انت بالرجال وبالنساء، النساء تحديدا يعني. نعم. اول هل تنفذ الحد فيهم، وثانيا هل هناك في مشاعر رأفة تختلف عن الرجل مثلا عندما تتعامل مع سيدة أو تنفذ الحكم في سيدة؟ ما في التنفيذ واحد لكن سبب الاختلاف أحيانا أن الشخص اللي ينفذ فيه ما يقدر أحيانا أن يتمكن من أعصابه لجلوسه أو استقامته للمهمة. نعم. نعم. طيب بالنسبة للمرأة هل هناك يعني مشاعر رحمة أو رأفة أكثر من الرجل، يعني أنت داخلك صحيح أنك تنفذ لكن أنت مشاعرك الداخلية؟ ما أعطي أنا لو أعطي شفقة أو رحمة للشخص اللي نفذ فيه حيتعب، أنه إذا رحم القلب أهملت اليد. نعم. أنه إذا نفذ في أكثر من ثلاثة أشخاص أو أربعة هل تتأثر؟ والسؤال الثاني يمكن اطرحه، هل تحتاج الى مده بين تنفيذ وبعدين ايقاف التنفيذ، مثلا انه ما هناك حد تقوم بتنفيذه وطول مده لتنفيذ حد اخر، هل تتاثر او لا؟ لا نشكر الله ونحمده هذه ما فيها اي شيء، وسواء كان ثلاثه او اربعه او خمسه او سته الحمد لله ما في اي شيء، شيء طبيعي جدا ان العمل واحد والتنفيذ واحد طالما ان الشخص في حالة استقامة. نعم. طالما ان الشخص في استقامة جدا جدا يسهل علينا تنفيذ المهمة. عم عبد الله سمعنا عن في يوم من الايام كنت تقيم الحد على 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 بعض الاشخاص وانكسر السيف، هل هذا صحيح؟ تحكي لنا هذه القصة اذا ممكن. اللي ما في الا بس المقبض اللي انفك وليس السيف، بس المقبض مقبض السيف. نعم. نعم. طب ابو بدر انت هل تحضر بدر او احد اخوان بدر لاني ليكون يعني يقوم بنفس المهنه مستقبلا، خصوصا انك ورثتها من والدك؟ نعم. الان الحمد لله بدر الان على وشك انه يتم تعيينه بالرياض ان شاء الله.